منتخب مصر ومستنيين التشكيلة اللي هو هيقول عليها عشان تعرض على إدارة اتحاد الكرة عشان يوافقوا عليها أو ما يوافقوش عليها، أو يعني لو عندهم يعني حلول تانية. فاللي بيخليك تستغرب إن أنت كنت بتتكلم امبارح وأول امبارح في أسماء اتكلموا معاها بالفعل، أو إيهاب جلال تحديدا اتكلمنا معاه بالفعل واتكلمنا هيكون معاه مين، وشفنا أسماء رشحت وشفنا قائمة كمان كانت مرشحة أو هي الأقرب، والنهاردة قالوا إن الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر. أنا شخصيا مش هعلق على الموضوع، لكن هقول لكم تصريحات الكابتن حسام البدري بعد توليه تدريب المنتخب الوطني. الكابتن حسام البدري قال إن هو سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني، قال أشكر الله على منحي هذه التكاليف أو هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير. قال كمان مدرب الأهلي السابق، قال كمان منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعب أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل. وأكد رئيس مجلس إدارة فريق بيراميدز السابق أهمية تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير أشرف صبحي المسؤول الأول عن الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم. ده كان كلام الكابتن حسام البدري اللي ضاف عليه بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.